المهيري يتدخل في هذه اللحظة ليتقدم إلى المراكز المفضلة الأولى والمركز السابع. المركز السابع هناك وصلت الآن مستحيلة لسعد بن طالب بن شريم اللي يحتل المركز السابع. أما المركز الثامن شعار بن ثاني السويدي اللي وصل الآن مع الشاهينية ومع مانع بن محمد بن قطامي السويدي يحتل المركز الثامن. المركز التاسع من الجانب الآخر هناك في هذه اللحظات هذا التسلل، والمركز العاشر وصلت من خلال الطيارة لعوض بن أحمد بالشيلة العامري اللي يسير نحو المركز العاشر. مشاهدينا الأعزاء، هكذا كانت النتيجة للمراكز العشرة الأولى المتقدمة حتى هذه اللحظات في ندائنا الأول لماذا يدور من منافسة مع أشواط الكبار الثناية، ولكن أكيد محل الرقص مع الكبار دائما يحلو ويزهو. ولكن نعود إلى البداية ونعود إلى ستارت هذا الشوط مع مقدمة الشوط. لا زالت المقدمة هناك تتقدم بخيرة، وعسى في الأمر خيرة، عسى في الأمر خيرة يا أفريج بن راشد المركز الأول هناك في صدارة هذا الشوط وقمة هذا الشوط، أكيد قادم من حائل أو من تبوك في المملكة العربية السعودية ليقدم لنا انتصار جديد لهذه الأسماء. وأكيد ترحيبنا بكل الضيوف الحاضرين من دول مجلس التعاون في الأسماء والتحدي والتحدي في منافسات هذا العرس الكرنفالي، ودائما المحافظة على التراث وسباقات الهجنة العربية الأصيلة بهذا المنظور وهذه الدوامة المتتالية والمتتابعة. المركز الثاني نسير مشاهدي الكرام عند الزرعي، هناك من شعارات من السلطنة قادم مبارك بن سعيد بن سالم الزرعي يقدم لنا في هذه اللحظة الريام. مبارك بن سعيد بن سالم الزرعي يحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية واصلة، الشاهينية واصلة مانع المركز الثالث وصلنا مانع مشاهدي الكرام بن محمد بن قطامي السويدي يحتل المركز الثالث مع وجود الشاهينية، بينما المركز الرابع وصل بالشيلة في هذه اللحظة أخذ المركز الرابع وتقدم عوض بن أحمد بالشيلة العامري ليقدم الطيارة في هذا الموقع وهذا المكان. المركز الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس وصلت الخوارة، هناك عيلان بن عبد الله بن محمد المهيري يحتل المركز الخامس في هذه اللحظة. هذه الخماسية الماسية. نشوف المركز السادس، نتابع المركز السادس، تصل الشاهينية محمد بن حماد بخرايط العامري، والمركز السابع أحمد بن محمد بن كراز المهيري يقدم لنا كذلك من خلال عنوان المنافسة والتحدي في صباح هذا اليوم من هذه الأسماء اللي تشارك في منافسات اليوم مع جواهر. والمركز الثامن، المركز الثامن وصل المنصوري مع مخايل علي بن راشد بن مبارك المنصوري. المركز التاسع هنا تقدمت مشاهدينا الكرام الشاهينية العبيد بن سعيد الزرعي، والمركز العاشر وصل شعار بن جهويل حمد بن محمد بن جهويل يحتل المركز العاشر مع وجود مشاهدينا الكرام شوق. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، هذه الأسماء التي تسير، ولكن نسير ونتابع من جديد ماذا يدور من المنافسات. ولا زال الحويل محوط على المركز الأول ومحوط ومسيطر مع أخيرة مشاهدينا الكرام فريج بن راشد الحويطي اللي على صدارة هذا الشوط وعلى ناموسي هذا الشوط، متقدم حتى هذه اللحظات بوجود خيرة وهي يعني تقود هذا الشوط أكيد، وعسى في الأمر خيرة من خلال وجودها وتقدمها على المراكز كلها لأنها خفيفة في الأداء حتى اللحظة. المركز الثاني يلا وصل بالشيلة عوض بن أحمد بالشيلة العامري واصل مع المركز الثاني ومع الطيارة، وطيري يا طيارة طيري سارت إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث وصل شعار من السلطنة قادم وهذه أريام مبارك بن سعيد الزرعي يحتل المركز الثالث. لكن أيضا هناك تقدمت الشاهينية وعبيد بن سعيد بن علي الزرعي يحتل المركز الثالث الآن، غير وخذ المركز الثالث
بينما المركز الرابع إيلان بن عبد الله المهيري، لكن المركز الخامس هناك تدخل من شعار المنصوري، شعار المنصوري طيار الوثبة حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري واصل مع العنود، مع العنود وصلت حتى المركز الرابع، ولكن هناك الجانب الآخر تسلل عريق من خلال تواجد الله سبب أول نداء لسبب راشد بن سعيد العويسي، وصل جعفور خذ المركز الثالث الآن. وش الأسباب؟ شو الأسباب تقدم؟ شو الأسباب تقدم؟ أكيد الأسباب يبغي الرقم واحد، يبغي الناموس والفوز والانتصار، ولكن التغييرات المستمرة في هذا الشوط 1200 على خط النهاية. نشوف الأعداد القادمة، نشوف الأماكن، شوف الأعداد كيف، شوف المنظر أمام شاشة دبي ريسينج كيف تحمل هذه الأعداد في موقع واحد ومكان واحد. الله تبادل مراكز ومواقع، ولكن خيرة لا زالت مشاهدين الكرام تفرض السيطرة الأخيرة، تفرض السيطرة الأخيرة. هناك يا سلام فريج بن راشد الحويطي لا زال على المركز الأول، لكن المركز الثاني الطيارة عوض بن أحمد بالشيلة العامري، المركز الثالث، المركز الثالث وصلت شعلة. يلا يا صديقي حمد بن سلطان بن درويش يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. أما المركز الرابع سبب راشد بن سعيد بن راشد العويسي المركز الرابع، ولكن المركز الخامس أشوف الخامس هناك. الله هذا التسلل، هذه غرام غانم بن خلفان بن طويرش الاكتبي يحتل المركز الخامس. الزرع هناك في المركز السادس بن كراس سابعا، وبن صالح الحميري يحتل المركز الثامن، لكن لا زالت خيرة الآلي محنط تماما على ظهر خيرة، على ظهر خيرة قادمة من تبوك ولا من حايل. عموما على كل حال هي الآن تحاول أن تبقى في الصدارة ومستمرة في هذا الأداء. الله تبوك الورد بالفعل تقدمت خيرة، طارت خيرة، سارت مشاهدين الكرام إلى المركز الأول. أكيد مشكور يا الحويطي، قادت الشوط من البداية حتى النهاية، وعند النهاية فزت مشاهدينا الكرام من خلال الانطلاق فريج بن راشد الحويطي حوت على المركز الاول وشله، حوت على المركز الاول وشله، واهدى لاهالي المملكه العربيه السعوديه ولاهالي تبوك الورد تهانينا والناموس فريج بن راشد الحويطي على هذا الانتصار وهذا الفارق الكبير. المركز الثاني تصل مشاهدي الكرام الطيارة سلطان بن ضاحي بن خلفان العميمي، والمركز الثالث في هذه اللحظات تصل سبب راشد بن سعيد بن راد العويسي، والمركز الرابع ايلان بن عبد الله المهيري، وخامسا هناك كان تقدم اخر ملحوظ ومحسوس وملموس في هذا التحدي وهذه المنافسة القوية. ولكن نعود الى التوقيت الزمني حيث كان الشوط يحمل اثارته بكل هذه الاسماء الموجودة المهجنة في هذا الشوط، ولكنها كانت في النهاية قدمت الاسباب وقدمت التحديات. التوقيت الزمني 9:35، ثلاث اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الانتصار لفريج بن راشد الحويطي على ناموس، هذه على ناموس خيرة في المركز الأول وتصدرها للشوط السادس، بينما المركز الثاني لأنه قادت الشوط من البداية حتى النهاية. المركز الثاني كان تدخل سريع، المركز الثاني هذه اللي حملت مشاهدين الكرام الطيارة سلطان بن ضاحي بن خلفان العميمي 9:42، 16 جزء من الثاني ثانينا والناموس. المركز الثالث نشوف هناك دخول جماعي المركز الثالث، ناخذ اللحظة الأخيرة لثالث المراكز وبين شعفور وكذلك أيضا من خلال التحدي والمنافسة. إذا الثلاث المركز الثالث هناك تدخل جماعي، نترك الأخوة أعضاء لجنة خط النهاية بين شعار عيلان بن عبد الله الميري وشعار شعفور 9:42، 22 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.